السلام عليكم، مساء الخير متابعين جهاز اللايف. اليوم من الريديسن بلو صاحب سمو الملكية الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان حفظه الله، يرعى فعالية بيهانس لمبدعي ومبدعات جازان. طبعا المناسبة أيضا بحضور صاحب سمو الملكية الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان. انتظروني إن شاء الله في تغطية. هذا جانب من المعرض المعد بهذه المناسبة، ايضا المكياج السينمائي حاضر في المناسبه. مكياج سينمائي، اول شيء معكم فيصل حكمي رسام مكياج سينمائي. المكياج السينمائي هو يحكي لك واقع، يعني من دون يعني الم، من دون اي شيء، وبرضه يحكي الحقيقه بنفس الوقت. وفي المناسبة أيضا ركن للأعمال اليدوية. هذا عندك عمل خزفي مكون من كاسيد المغنيسيوم والنحاس، ألوان تدخل في المتفجرات، مطلية فوق درجة حرارة 900 مئوية، فتنتج هذا الشكل النهائي. الآن أستاذ عبير جالس تكتب اسمي عن طريق رايل وراح تعطيني بطاقة. طبعا أستاذ عبدو، هذه رسومات المكفوفين رسموها عن طريق آلة برايل. طبعا شوف، هذه رسمة كفيف ماسك عصا، لو تتلمسها طبعا تقدر توصل للصورة. الصور هذه مكتوب عليها إيش فيها. طبعا هذا كفيف ما شاء الله رسمها، فاز فيها على مستوى المملكة. هذه عندك شغل طالبات مرحلة ابتدائية ما شاء الله، هم قاموا بالرسومات هذه، وهذه تكملة للرسام المبدع ما شاء الله تبارك الله، زي ما قلت لك فاز فيها على مستوى المملكة. شكرا أستاذ عبير. العفو أستاذ، وأرجع أكمل لك بقية الأعمال. وهذه بعض الأعمال اليدوية اللي اشتغل عليها المكفوفين. طبعا هذا سوته بنت في مرحلة ابتدائية. كمان عندك هي هذه بالطباعة شغل مكفوفين. طبعا حابة أوريكي أستاذ عبدو، هذا علم المملكة، طبعا تصميم معلمة المكفوفين أستاذ نجود. طبعا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله بطريقة برايل. افتحوا لنا مجال يا اخي. I'm going to go to the hospital.
كلها والصور الفوتوغرافية ولا الأعمال اليدوية؟ في العقل في هانس جازان يفتح لكم ذراعي. يا سعودية كلنا نعمل بجدية وضحى كالشمس رؤيتنا تنموي. يا اقتصادية وضحى كالشمس رؤيتنا تنموي. يا اقتصادية في غرامك نبذل الغالي والوطن والبذل احلالي. في غرامك الدهشة أيها السيدات والسادة نتيجة عناق سرمدي بين الفنون بإيحاء الكائنات وصمت الجماد وارتجاع الأمواج وهمس النسائم. انت جنب القمر قمرة وانت جنب الشمس شمس. انت جنب القمر قمرة وانت جنب الشمس شمس. Thank you.
كثير كثير في إبراز قدرات الشباب والشابات. هذه كانت تغطيتنا أعزائي المتابعين لفعالية بيهانس التي كانت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، وأيضا بحضور سمو نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز. نلقاكم إن شاء الله في تغطية أخرى وفي فعالية أخرى في أمان الله.